مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم فتاوى من أرض الشام. نرحب بضيفنا الشيخ عبد الرزاق المهدي أبو عبد الرحمن الشامي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي أبو عمر، حياك الله. بارك الله فيك. كيف هو شهر رمضان معكم؟ الحمد لله، الحمد والشكر لله، لا يزال الجو لطيفا يعني، والحرارة لم تشتد الحمد لله. الحمد لله. أيضا تستمر بطولات المجاهدين على جبهات القتال بريف حلب الجنوبي، أيضا في الغوطة هناك قتلى في صفوف المرتزقة من النظام، وثبات للمجاهدين على الساحل. الحمد لله. نعم، بلغنا عن الإخوة هناك أن الروافض حاولوا في ريف حلب الجنوبي في جهة خان طومان وبعض المناطق أن يقتحموا على الثوار من خلال تغطية روسية، نعم، بالطائرات وبشكل مكثف، لكن الله عز وجل حال دون هذا الطيران، فكانت الغيوم والأمطار، فالثوار والحمد لله، نعم، انقضوا على هؤلاء الروافض وشردوا بهم والحمد لله رب العالمين. فكان نصر إلهي، وخاصة في شهر رمضان. دائما الانتصارات بشهر رمضان تكون جميلة جدا. صحيح. همم المجاهدين عالية. أيضا في محيط بلدتي كفرية والفوعة تمكن المجاهدون أمس من قتل 2 من الروافض حاولوا التسلل إلى مناطق تمركز المجاهدين بفضل الله. نعم، أيضا سمعت بذلك والحمد لله. الحمد لله، فتمكن الثوار منهم وأخذوهم وقتلوهم وسحبوا جثثهم كما أخبرنا بذلك. نسأل الله الثبات للمجاهدين. آمين آمين. نستأذنك ببدء الحلقة. نعم. نبدأ بالسؤال الأول، الفدية هل تدفع للفقراء فقط؟ وهل يجوز دفعها للمجاهدين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد أخي الكريم، بالنسبة للفدية في الأصل هي تدفع للفقراء والمساكين. الله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين يطيقونه يعني يجدون مشقة أو صعوبة في الصوم بسبب مرض دائم أو شيخوخة وما أشبه ذلك، فيطعموا مسكينا. بالنسبة للمجاهدين الحقيقة هم مصرف من مصارف الزكاة، مصرف من مصارف الزكاة ولو كانوا أغنياء. هذه خاصية للمجاهد في سبيل الله، للآية الكريمة في مصارف الزكاة وفي سبيل الله. إذن المجاهد في سبيل الله، نعم، يعطى وينفق عليه من الزكاة ومن غير الزكاة. يعني مثلا لو إنسان عليه كفارة مثلا يمين وذهب إلى مقر فيه جنود، فيه ثوار، فيه مجاهدين، فبغض النظر عمن فيه الغني أو الفقير أو كذا، يعطي هؤلاء جميعا، يعني يوزع عليهم من الطعام والشراب وما أشبه ذلك، فجائز إن شاء الله. هل يجوز إخبار الشخص ما هو المال الذي استلمه؟ الحقيقة لا، هذه نبه عليها العلماء. يعني إذا أنت أخي الكريم أبو عمر عليك زكاة مثلا واجبة، فوالله بتروح حتى تعطي فقير من الفقراء من يعني هذه الزكاة الواجبة عليك، فبتقول له خذ يا فلان هذا من مالي الزكاة، أو عليك كفارة يمين مثلا بتقول له هاي من كفارة اليمين تفضل كذا كذا إلى آخره، أو فدية الصوم إلى آخره. فالعلماء نبهوا على ذلك، قالوا هذا يكره لأنه هذا في كسر خاطر لهذا الإنسان. فأنت النية محلها القلب، أنت نويت طبعا أن هذا المال عن الزكاة وهذا الطعام عن الزكاة،
أو عن كفارة اليمين أو غير ذلك، فلا تقول له لأنه شو قلنا فيه كسر خاطر له، نعم. أن فلان يعطيني من الزكاة أو يعطيني كفارة يمين كذا أنا لا أريد، فما يخبره فقط يقول لهم أنا داعيكم اليوم مثلا تدعو 10 أشخاص كفارة اليمين مثلا لتطعمهم، أنا ما تقول لهم لماذا عزيمة يعني مثل ما بيقولوا بالعامية عزيمة دعوة وليمة إلى آخره. نعم. جزاك الله كل خير. تخصيص وقت معين للعبادة مثلا الدعاء بعد صلاة الجماعة. بالنسبة للدعاء بعد صلاة الجماعة، يعني الصلاة الفريضة المقصود، السنة أن يعني يدعو كل مصلي لنفسه، يعني يستغفر الله، وفي عنده أيضا المعقبات 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 أي نعم الله أكبر، ويختم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو بما شاء. فهذا أمر مسنون، هذا أمر مسنون. أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا الله عز وجل وذكر الله بعد الصلوات المفروضات، لكن ما كان الصحابة يعني جميعا كما يفعل بعض الشيوخ في أيامنا، ماذا يفعل؟ يعني عندهم مسألة الترداد مثلا في بعض الأذكار أو في السور أحيانا، آية الكرسي وما أشبه ذلك، أو في الدعاء الإمام يعني يرفع يديه ويدعو وهم يعني يدعون معه ويرفعون الأيدي. فهذا أخي الكريم أبو عمر ليس من السنة، لأن هذا العمل فيه تشويش لمن عندنا المصلي المسبوق، يعني مو كل رواد المسجد يدخلون معا، فالإمام انتهى من الصلاة في عنا صف أو صفين أو أكثر أو أقل قاموا يتموا الصلاة. ثم بعض الناس كما هو ملاحظ أخي عنده عمل عنده شغل، فلا يريد أن يعني يجلس من أجل شو الدعاء يعني أو التسبيح أو كذا، فيقوم ويصلي ركعتين، فيكون هناك تشويش على من؟ على هؤلاء المصلين. فالأصل نعم سنة لكل من انتهى من صلاة الفريضة أن يستغفر لله عز وجل، أن يستغفر الله عز وجل، وأن يعني يقرأ المعقبات، وأن يدعو بما شاء. هذا أمر مسنون والله تعالى أعلم. نعم جزاك الله كل خير. الزكاة متى تجب وكيف تحسب ولمن تدفع؟ الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. حديث ابن عمر في الكتب الستة عنه صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فالزكاة هي ركن ركين من أركان الإسلام، لكن على من تجب ومتى تجب هناك طبعا تفصيلات كثيرة سنأتي عليها في مناسبة أخرى، لكن نتكلم بإيجاز. الزكاة تجب على المسلم إذا ملك نصابا، المسلم إذا ملك نصابا، ما قلنا المسلم بالغ وعاقل، لماذا؟ لأن الجمهور من العلماء المالكية والشافعية والحنابلة يقولون الزكاة هي حق المال، يعني لو كان مجنون وليه أو وصيه هو يزكي عن هذا المال، لو كان صغيرا أيضا أو ترك له يعني ميراث كثير وأموال كثيرة وهو لم يبلغ بعد، ألا يجب الزكاة في ماله؟ نعم الجمهور قالوا نعم. لماذا؟ لأن الزكاة حق المال. فلنتكلم الآن عن نصاب النقد غالبا بالليرة السورية اللي معه أو بتعامل بالتركي أو بالدولار أو كذا. الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن النصاب، يعني النصاب المقدار الذي إذا ملكه الإنسان تجب فيه الزكاة، مقداره 20 مثقالا، 20 مثقال كما جاء في الحديث الصحيح. العلماء قالوا كل مثقال يساوي 4.25 غرامات تقريبا. مقدر أخي الكريم أبو عمر النصاب بحدود 83 إلى 85 غرام
من الذهب الخالص، يعني 24 في 24. الآن بيحسبوا على 21، فبنسمع دائما شو بيقولوا، إذا عندك أموال بقيمة 100 غرام يعني على 21 وحال عليها الحول، دارت عليها السنة، يعني برمضان أنت صار معك أنا حوالي تملك من النقود من المال إلى آخره بحدود 100 غرام وحال عليها الحول دارت عليها سنة لرمضان القادم، فعليك ماذا؟ أن تخرج زكاة هذا المال. كم تخرج؟ معروفة عند العوام بيعرفوها بالمية 2.5 يقولوا بالمية 2.5، يعني 100 ليرة فيها 2.5 ليرة، 1000 ليرة كم فيها؟ 25 ليرة، 1,000,000 فيها 25,000 ليرة سوري، وهكذا بحسابه. أما في عنا تفصيلات كثيرة طبعا، زكاة الزروع، زكاة الثمار، زكاة البقر، الغنم، الإبل، عروض التجارة، إذا واحد عنده يعني في دكانه في محله أيضا ما يبلغ هذا النصاب اللي ذكرناه مقدار 100 غرام، وهذه البضاعة في الدكان أو في الحانوت يملكها، ما تكون معظمها شو دين يعني للتجار الجملة وكذا، هو فقير كذا، هذا ما يجب عليه. فهذه التفصيلات إن شاء الله نأتي عليها. المزروعات، زكاة المزروعات، الزروع فيها زكاة في تفصيل عند العلماء، وأقوال كثيرة، الخضروات والفواكه والحبوب، فأكثر العلماء بيقولوا الخضروات والفواكه، يعني الذي لا يبقى ولا يدوم، يعني بمعنى يوم يومين ثلاثة مثل البندورة والخيار وكذا يفسد، نعم، فما فيه زكاة، هذا قول الجمهور طبعا، أنا أفتي الآن قول الجمهور. وإنما الزكاة تجب في الحبوب مما يدخر ويقتات، اثنين، يدخر يعني يبقى مثل القمح والشعير، وشوفي عنا الفول والحمص والعدس وما أشبه ذلك، هذا أيوة الحبوب هذه تبقى ويقتات، يعني يؤكل أو يعتمد عليه، صحيح. فالعلماء إذن في عندهم تفصيل كما قلنا سنأتي عليه إن شاء الله. في حلقات قادمة بإذن الله. يا عونه تعالى. ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ ومتى يعمل به ومتى لا يعمل به؟ الآن دخلنا في علم الحديث، والحقيقة هو اختصاصي، يعني أنا العبد الفقير إلى الله تعالى اختصاصي في علم الحديث، وعملت فترة في تحقيق الكتب، وصدر لي والحمد لله مجموعة من الكتب حققتها وخرجت أحاديثها، منها تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير الكشاف وكتب كثيرة في الفقه الحنفي والفقه الشافعي وغير ذلك. بالنسبة للحديث الضعيف، بعض أهل العلم يقول لا نعمل بالحديث الضعيف أصلا. لماذا؟ قالوا في كتاب الله وفي الحديث الصحيح والحسن غني عن الأحاديث الضعيفة، إذن بعض أهل العلم يعرض عن الحديث الضعيف بالكلية ويقولون لا نعمل به مطلقا. لكن الأكثر أهل العلم قالوا لا بأس بالعمل بالحديث الضعيف، لكن بشروط بينها العلماء، ومنهم الحافظ ابن حجر كما قال أو وضح ذلك في كتابه نزهة النظر، أي نعم، شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، فيقول ابن حجر الشروط، يعني عند من يقبل العمل بالحديث الضعيف لها شروط، ما هي؟ الشرط الأول أن يكون في المسائل العملية لا الاعتقادية، يعني في أمور التوحيد والعقيدة لا يعمل بالحديث الضعيف نهائيا في المسائل العملية. الشرط الثاني أن يكون يعني هذا الضعف غير شديد، أن لا يشتد ضعف الحديث، يكون واهي أو منكر أو موضوع، يعني بمعنى مكذوب. القيد الثالث قال ابن حجر أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به، أن لا يعتقد ثبوته وصحته عند العمل به. القيد الرابع قال أن يندرج تحت أصل معمول به، أن يندرج تحت أصل معمول به، يندرج يعني يدخل. ماذا يقصد ابن حجر؟ قال يعني مثلا قضية قيام الليل، قيام الليل مشروع
آيات كثيرة تحثنا وتأمرنا بقيام الليل، وأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أمر مجمع عليه، فلو جاء في الجملة حديث ضعيف يرغب في قيام الليل، فهذا شو بنقول؟ إن درجة يعني دخل تحت أصل معمول به أو مشروع. أي نعم، فهذا جائز. مثلا الإنفاق في سبيل الله والإكثار يعني من النفقة في جميع أبواب الخير أمر مشروع في الكتاب وفي السنة، فلو جاء في الجملة أيضا حديث ولو كان لنقل ضعيف أو مختلف فيه، مثل داووا مرضاكم بالصدقة، يعني عندك مريض أو كذا فأنت تصدق وأعطي هذا الفقير وهذا المسكين كذا، عسى الله عز وجل أن يشفي مريضك. هنا فهذا الحديث ضعيف عند النقاد والعلماء، لكن مسألة الإنفاق في سبيل الله وفي أبواب الخير وعلى الفقراء والمساكين أليست مشروعة؟ مشروعة، إذن جائز. أما يقصد ابن حجر أن لا يكون هذا الحديث ضعيف في أمر يعني فيه ابتداع أو اختراع في الدين ليس له أصل، فعند ذلك لا يقبل هذا الحديث. شيخ الحبيب، ما هي الأحاديث الصحيحة؟ يعني كيف نعرف أن هذا الحديث صحيح مسند؟ أو الأحاديث الصحيحة تعرف من خلال يعني كتب يعني مختصة برواية الحديث الصحيح، يعني الأربعين النووية؟ لا، نرقى لأعلى، مثلا نقول صحيح البخاري عند أهل السنة وصحيح مسلم، هذان الكتابان لا يرويان إلا الصحيح، لا يرويان إلا الصحيح من الأحاديث. إذا كان الحديث خارج البخاري وخارج يعني مسلم فنحتاج إلى ماذا حتى نعرف أنه صحيح أو ضعيف؟ نحتاج إلى نص يعني تنصيص من عالم من العلماء يقول هذا الحديث صحيح، مثل الإمام أحمد، الإمام مسلم، أبو داود، نعم الإمام الدارقطني مثلا، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، ابن حجر، النووي، ابن تيمية، ابن كثير وغيرهم، فعالم من هؤلاء العلماء يقول هذا الحديث صحيح، إذن خلاص نحن نأخذ بما حكم به هذا العالم ونقول إنه صحيح. نعم، جزاك الله كل خير. شيخي الحبيب، نبدأ بالأسئلة التي تأتينا من عوام الناس. نعم. هل إدخال الميت إلى أهله وأقربائه لكي يرونه، نعم، هل هو مكروه أو جائز؟ لا بأس بذلك، جائز إن شاء الله، يعني أن يؤتى بهذا الميت الذي مات كشهيد أو شهيد أو غير شهيد، مثلا أصيب أو جرح أو مات بطبيعته بهجم أو كذا، لنقل يعني خارج المنزل. أيوة، فأكيد هو من أجل أن يكفن ويغسل، إن لم يكن شهيدا طبعا، الشهيد لا يغسل، ويكفن بثيابه، ثياب المعركة الشهيد، له أحكام سنأتي عليها. لكن هذا الإنسان الذي أصيب أو قتل بهجم أو بأي ناحية أو حتى شهيد، فلا بأس، نعم، أن يؤتى به إذا كان أهله طبعا كانوا قريبين. أما أن ينقل الشهيد من مدينة إلى مدينة، من موضع إلى موضع بعيد، فما ينبغي الحقيقة. كم المدة المسموحة لبقاء الميت في المنزل أو البيت؟ بالنسبة للمدة يعني الأولى يعني الإسراع. في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكون صالحة فخير تقدمونه لها، إن تكون صالحة هذه الجنازة يعني هذا الميت فخير تقدمونه له يعني، وإن لم تكن صالحة فشر تضعونه عن أعناقكم. أي نعم، فحديث كثيرة تأمر بالإسراع بالدفن، يعني إذا إنسان مات في أول النهار إلى الظهيرة ما بعد الظهيرة بيحاولوا أهله ينبغي أن يكون قبل الليل أنه يوارى التراب، أما إذا مات بعد العصر أو في الليل بعد المغرب فلا بأس، إذا لم يكن يعني علمنا سيتغير يعني جسده وكذا، لكن ما أتوقع إذا مات الإنسان بعد العصر أو بعد المغرب لن يتغير فيه شيء، فلا بأس أن يبقى حتى الصباح أو حتى الظهيرة، حتى يجتمع الناس خاصة من الأقارب والأحباب وكذا ويصلوا عليه. أما أن يؤخر مثلا يومين أو ثلاثة وما أشبه ذلك فهذا ما ينبغي،
دائما معلوم انه بيقولوا بالعاميه اكرامه الميت شو؟ دفنه، الاسراع بذلك. والدفن ليلا مكروه عند اكثر اهل العلم الا من سبب، كما قلنا مات في اول النهار ولاسباب تاخر يعني الصلاه عليه الظهر او العصر، فلا باس ان يكون في الليل وان يدفن ولا يترك لليوم الثاني. كما يحصل في المعارك عندما ياتون بالشهداء من المجاهدين يقومون بدفنهم بشكل سريع حتى في منتصف الليل. لا باس، لا باس. نعم. جزاك الله كل خير شيخي الحبيب. نسمع بحديث صحيح وحديث ضعيف، ما معنى ذلك؟ هذه مصطلحات أهل الحديث. الحديث الصحيح تعريفه هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة. بمعنى أبسط، الحديث الصحيح له 5 شروط. الأول اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. فالحديث الصحيح إذن شرطه الأول اتصال السند، يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما بيكون في سقط رجل من السند أو كذا، هذا حديث متصل السند. برواية العدل، العدل هو الإنسان الثقة، الإنسان الملتزم الذي يخاف الله ويخشى الله عز وجل ولا يكذب ولا يكذب. الضابط يعني هو المتقن للحفظ، يحفظ جيدا، يحفظ جيدا هذه الأحاديث مع عدم الشذوذ أو عدم العلة. حديث شاذ يعني لا، الآن خلينا ما زلنا بشروط الحديث الصحيح أخي أبو عمر. الحديث الشاذ أن يخالف الراوي الواحد في جماعة الرواة، فهذا بيقولوا عنه روايته شاذة. لماذا؟ 10 أو 20 أو 30 رووا الحديث بطريقة معينة وهو خالفهم فرواه بطريقة أخرى. مثلا يقال شذت الأشاة عن القطيع، شو معناه؟ انفردت وابتعدت عنه. أي نعم. فالحديث إذا اجتمع فيه هذه الشروط الخمسة فهو صحيح. إذا اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. هذا الحقيقة التفصيل في ذلك يحتاج إلى تبسيط، لكن يحتاج ما يكون سؤال هكذا على سرعة، بحاجة الحقيقة إلى درس، يعني دروس في علم مصطلح الحديث. نعم. بالنسبة للحديث الضعيف، الحديث الضعيف تعريفه عند المحدثين هو ما لم يجمع صفات الحديث الصحيح ولا الحسن. إذا الحديث الضعيف هو الحديث فيه خلل، فيه ضعف بسبب انقطاع أو راوي ضعيف أو مجهول إلى آخره. أما الحديث الموضوع، الحديث الموضوع يعني هو الحديث المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الحديث ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أحد الكذابين حاول أن يركب له إسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، لكن العلماء اكتشفوه بأن هذا الإسناد بيقولوا مصنوع مخترع ولا أصل له. إذن الحديث الصحيح نحفظه ونعمل به، الحديث الضعيف كما مر معنا العلماء على خلاف فيه هل نعمل به أو لا نعمل. الكثير من أهل العلم قالوا نعمل به لكن بالشروط التي ذكرناها، بالشروط التي ذكرناها. أما الحديث الموضوع فلا يعمل به ولا يذكر، يعني لا يذكره العالم في خطبة جمعة أو في درس أو موعظة إلا على سبيل ماذا؟ البيان، ليحذر الناس منه، يقول هذا حديث الموضوع، هذا حديث مكذوب. شيخ الحبيب، هل هناك كتب بخصوص هذه الأمور؟ نعم، كل هذه الأنواع في كتب تخصها. مثلا الحديث الصحيح عندنا صحيح البخاري متخصص في إخراج الأحاديث الصحيحة، عندنا صحيح مسلم، عندنا صحيح ابن حبان، عندنا صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن السكن وغير ذلك. فهذه الكتب بشكل عام لا تروي إلا الحديث الصحيح. أما الحديث الضعيف فهناك كتب أيضا كثيرة تذكر الحديث الضعيف،
منها كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي، منها كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، منها كتاب الضعفاء والمجروحين لابن حبان وغير ذلك. أما الأحاديث الموضوعة فهناك كتب كثيرة صنفت في هذا الباب. أشهر هذه الكتب كتاب الموضوعات الكبرى لأبي الفرج ابن الجوزي، خرج فيه حوالي 3000 حديث كلها موضوعة أو واهية، وهذا يحتاج إلى تفصيل أكثر الحقيقة في دروس إن شاء الله نأتي عليها. نعم، جزاك الله كل خير. وإياك أخي. كلمة جمهور العلماء، ماذا تعني هذه الكلمة؟ جمهور العلماء بمعنى أكثر العلماء أو معظم العلماء. يعني في عندنا مسألة إجماع، أحيانا يقول عالم من العلماء ابن المنذر، هذا مشهور، هو ينقل الإجماعات، يقول أجمع العلماء، أجمع الفقهاء على كذا، مثلا على تحريم الخمر إلى آخره. شايف أخي؟ أحيانا في بعض المسائل بيقول هو أو غيره مثلا وعليه جمهور العلماء وبه قال جمهور العلماء. من هم الجمهور؟ هم الجمهور معنى الأكثرية من العلماء. يعني مثلا إذا كان عندنا مثلا الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والحكم بن عتيبة وغيرهم كثير. فإذا حوالي مثلا 10 أو 20 قالوا بقول وخالفهم واحد أو اثنان، حلو، أو 3، فمقول جمهور العلماء قالوا بكذا وخالفهم لإجماع كل العلماء. يعني لإجماع كل العلماء، كل الفقهاء قالوا بهذا القول. أما الجمهور شو قلنا؟ إذا الأكثرية. يعني لو قلنا نحن في جلسة عادية، نبسط للإخوة المشاهدين والمشاهدات، نحن كنا في جلسة أو في ندوة حوالي 30 شخص، منيح، فتناقشنا في مسألة أو في بحث أو كذا، وحوالي 25 منا قالوا المسألة كذا كذا كذا، وخالف في ذلك 3 أو 4 أو 5، فمنقول جمهور الحاضرين شو قالوا كذا، والأقلية قالوا بكذا. فالجمهور إذن هم الأكثرية، الأكثرية في كل مجال، في كل فن أو علم أو غير ذلك. نعم، جزاك الله كل خير. وإياك أخي. طبعا ترجنا كما أخبرك سابقا عدة أسئلة من السادة المشاهدين والمجاهدين، سنتطرق إليها في الحلقات القادمة. جزاك الله كل خير. وإياك. مرحبا، بارك الله فيك. حياك الله. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم فتاوى من أرض الشام، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.